لو كان ياسمين تولي اللور يكون عندها لا بوسيبيليتي تولي الباسي، واش هو القرار اللي تبدلو وحسب اللي كان غادي يبدل حياتها؟ اني ما نبينش حياتي الخاصه في لي ريزو سوسيو، وهذا اكبر خطا. هذه رساله. الاول ما كانش رساله، كان جواب على سؤالك. هذا رساله نقول لاي ناس متزوجين راح يدخلوا في السوشيال ميديا، ما تبينوش حياتكم الشخصيه في السوشيال ميديا. هذه يعني باغ اكسبيريونس، عندي شحال 7 سنين وانا في السوشيال ميديا، قريب 8 سنين، ما تبينوش حياتكم في السوشيال ميديا لانه راح تضر اكثر ما تفيدك. راح تضر اكثر من ما تفيدك. تونا تفيق على الصراحه. فوالا.